السلام عليكم. منهجية الجغرافيا طريقة بسيطة على الآخر. بالنسبة للمقالات اللي أغلبها باش تكون تأليفية وتهدف باش تختبر القدرات بتاعك بتاع التلميذ، كما أنك عارف الدروس بتاعك وفهمها وقادر أنك تتذكرها وتستجمعها نهار الامتحان، وزيادة على أنك تعرف تختار المعلومات الخاصة بكل مقال وترتبها وتصيغها وتألف من بينتها في تخطيط جيد وممتاز. بالنسبة للخريطة، الاختبار متاعها بتاع تجهيز خريطة يتكون من 3 أسئلة. السؤال الأولاني باش يتعلق بالتعبير خرائطيا عن الظاهرة وإلا الظواهر الجغرافية، معناها تشد الخريطة ويقولك ارسم عليها حكاية وعبر عليها في حكاية. أما الزوز أسئلة الأخرين فهما بتفسر فيهم الظاهرة ولا مجموعة الظواهر اللي جسستها اللي عملتها وجسستها على الخريطة. بالنسبة لدراسة النص ولا المجموعة متاع الوثائق، تقرر بالطبيعة باش تكون دراسة النص ولا مجموعة الوثائق هذه المرفقة بشوية أسئلة عددها بين 4 أو 5 أسئلة. توقع الإجابة على كل سؤال وحده بالطبيعة، وماهوش في شكل فقرة مسترسل ولا تحرير مسترسل. والوثيقة والأسئلة هذه بالطبيعة باش تتعلق بتحديد الإشكالية وإلا الفكرة العامة متاع الوثائق هذه، وأسئلة باش تعرف فيها المفاهيم والمصطلحات، وسؤال آخر باش تقولك ارسم رسم بياني والا كمل انجاز الخريطة، وسؤال بطبع اخر وباش تستخرج فيه وقولك استخرج فيه المعطيات الجغرافية وفسرها. هذه هي المنهجية بتاع الجغرافيا بصفة عامة. اي سؤال اخر حطوه في التعليقات، وكيكم حاجتكم بالمنهجية التعامل مع مختلف الوثائق والرسوم البيانية في الجغرافيا تلقوها في صفحة الجغرافيا على المدونة بتاعها. السلام عليكم.